اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد عن الالواح الجبسيه الدراي وول الجبسن بورد شيت روكس حاجات اسامي مسميات كتيره ولكنها هي حاجه واحده بس. المهم البيوت الحاليه في امريكا وكندا واوروبا يعني نقدر نقول 90% ما كانش 100% من كل الحوائط الداخليه كلها بتتعمل من الجبسن بورد. فيها انواع كتيره، انواع مش كتيره بس فيها انواع. هنتعرف على الانواع، هنتعرف على ازاي بنركبها على الحوائط، ازاي بنعمل لها معجون، وازاي بندهنها ان شاء الله في الفيديو ده. يا رب يكون فيديو مفيد ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا بينا نغير هدومنا ونلبس لبس الشغل ونشوف مع بعض. بسرعة جدا نتعرف على أنواع الجبسن بورد. في نوع العادي مقاوم للرطوبة ومقاوم للحرائق والصوت. بالنسبة للعادي هنشوفه في الفيديو ده كله بعد كده من نوع العادي. في نوع تاني بيسموه مقاوم للرطوبة مش ووتر بروف، بنستخدمه في الحمامات وبنحط ورا، ما بنحطش ورا الشاور أو الدوش أو البانيو، وبيبقى ساعات لونه اخضر او لونه رمادي علشان نفرقه بينه وبين العادي اللي لونه ابيض. ورا الشاور بنحط حاجات تانية، بنحط الواح من الاسمنت الخالص علشان الرطوبة هنا عالية قوي او المية عالية كتير. المقاوم للحرايق لما بيكون عندك تاون هاوس ما بيبقاش الخوف من حاجة أكتر من انتقال الحريق من مكان لا قدر الله إلى المكان اللي جنبه، وعشان كده بنحط في النص هنا لازم تكون مقاومة للحرايق. الحوائط مجلدة بجبسن بورد مقاوم للحرايق، وطبعا بتبقى منع للصوت. الفرق بينه وبين العادي إن التخانة بتاعته بتبقى أعلى. بعض الشركات بتحط فايبر جلاس للحرايق، بعض الشركات بتحط خشب لمنع للصوت، لكن الفكرة انه بيبقى تخانة تحته اعلى شوية. المكان التاني في الكود بيقول لك كل الحوائط بتاعة الجراج لازم تكون مقاومة للحرائق عشان برضو انتقال الحريقة من مكان لمكان ما تبقاش بسهولة. بيبقى في خلال ساعة بتقدر تقفل المطافي ان شاء الله وتطفي الحريقة. بالنسبة للأبعاد بتاعته التخانة في بدءا من ربع بوصة إلى 5-2، ده لو أنت بتتكلم على الكود الإنجليزي أو الأمريكاني أو الكندي. بلادنا العربية بيبقى بالملي في 6-9.5 وهكذا. القليل أو اللي هو 6 ملي دوت، الفكرة بتاعته أنه بيستخدم في الكيرفات وبيستخدم في الأرشز عشان تبقى سهلة في التاني. أضخم من كده لما تيجي تتنيه بيتكسر. اكتر مقاس بيستخدم هو النص بوصة او ال 12.5، ده اكتر حاجة. مقاوم الحرايق ما بيبقاش اقل من 5-8 او من 15 ملي. الحرف بتاعه بيبقى من الجنبين دول مربع، من الجنبين دول بيبقى مشطوف علشان اسهل عملية المعجون. الطول والعرض بتاعه برضه في كندا وامريكا بيستخدموا البوصة، لان كل حاجة في الكود والمقاسات مبنية على البوصة، فبيستخدموا 4×8 قدم اللي هي 48×96 بوصة او 4×10 وهكذا. عندنا في البلاد العربية ومصر بينتجوا حاجة مكافأة للاربعة في تمانية بالظبط اللي هو 1220×2440، ولكن طبعا بالنسبة لنا في الكود او لما اجي اعمل تصميم طبعا دي ارقام يعني مزعجة، فبيستخدموا لنا حاجات تانية اللي هي 1220×240×270×30. يبقى كده دي فكرة بسيطة وسريعة عن الأنواع بتاعة الجبسن بورد. ازاي تقطع الألواح؟ بتجيب انا عندي هنا مسطرة حرف تي معمولة ألمنيوم مخصوص للتقطيع والتعليم، بعلم بورق بقلم رصاص لو عايز. بعد كده السلاح اللي هو اللي بقطع بيه هو الكتر العادي جدا، بس طبعا بتخلي بالك من ايدك، بتعمل سكور او بتقطعه خفيف او 2 ملي او ملي واحد بس. وبعدين لما بتتني اللوح بتقطم على طول على مكان القطع بتاع العلام بتاعك. بتقطع بعد كده الخلفية بتاعته اللي هي الورق البني. في هوريكم برضو كذا طريقة تانية، لان ده هنا خدت اللوح بالعرض، بعد كده هجربه على الارض وانا بقطعه على الارض.
برضو بعمل الاعلام بتاعي، وفي عندي حاجه اسمها تشوك لاين او اللي هو بتاع التباشير، بيبقى جوه منه فتله، الفتله دي بيبقى مليانه تباشير لونه ازرق، العلبه الصفراء دي بتمسكها وتشد الفتله لفوق فبتنزل تعمل لك خط مستقيم. بعد كده ادي زي ما انتم شايفين هعمل السكور او بعمل العلامه بتاعتي بالقطر وبعدين اتنيها تتقطع. احد مميزات الدراي وول ان هو سهله التركيب، سهوله التركيب والرخص بتاعه اسهل بكتير من اي محاره وتجهيز حيطه علشان اعمل بيها دهان. ادي طريقه تانية للقطع، لو كان عندك ترابيزه بتعمل برضو العلامه، وبستخدم منشار هتشوفوه دلوقتي في التقطيع لو انا عايز اعمل حاجه بالعرض صغيره مش ضروري اعملها بالكتر، لان زي ما انتم شايفين انا مش عايز اقطع لكل اللوح، انا عايز اقطع حته صغيره منه بس. احد عيوب الدراي وول ان انت لما بتيجي تخبطه بيعمل فيه علامه او يخش لجوه، ولكن اصلاحها دي بتبقى بمنتهى السهوله. العيب التاني انك لما تيجي تعلق عليه لوحه تقيله او حاجه ما بيبقاش هو اللي بيعلقها، لازم نعلقها على الخشبه اللي وراه اللي هي ماسكه الستادز او الخشب الفريم لما تكون حاجه تقيله قوي. لكن لما تكون حاجه يعني صور العاديه الصغيره دي مفيش فيها مشكله، ممكن اعملها تثبيت من مكان او اتنين او تلاته. زي ما انتم شايفين اديني بقطع بالمنشار، المنشار ده بيبقى ليه سن رفيع علشان يقدر يخش بسهوله لو انا عايز اعمل علامه في النص، وفي نفس الوقت السلاح بتاعه بيبقى قوي علشان بيعيش شويه، لان الدراي وول دوت او اللوح الجبسيه انت بتقطع في حاجه ناشفه فبيبوظ لك على طول سلاح الكتر بتاعك. تركيب الالواح الجبسيه على الفريمات الخشب، لو انت عندك سقف سائط او حيطه او اي حاجه عاوز تعملها بالفريم خشب بتخلي الفريم طبعا قوي، ويستحسن ان هو يكون يعني ما فيش فيه حاجه طالعه او حاجه داخله علشان لما تيجي تركب الالواح بتبقى اسهل شويه معاك. بعد كده بتركب عليه الالواح الجبسيه وبتربطها بالمسامير اللي احنا هنشوفها دلوقتي. المسامير دي المفروض تكون غطسه علشان لما تيجي تعمل معجون تبقى اسهل في الشغل معاك. بالنسبه للقواطع الخشب دي لازم انك انت تخلي الاتصال ما بين لوحين على قاطع من القواطع الخشب. ليه؟ لان ده بيخلي القواطع دي ثابته وما بتتحركش عكس بعضيها. لو اتحركت ده هيخلي المعجون نفسه يشقق معاك على طول بمنتهى السهوله. ممكن لو انت عندك العرض ده اللي هو 1.20 متر اقل حاجه تخلي واحد في الاول واحد في النص، يعني على حوالي 60 سنتي الفرق ما بين القواطع ديت. لو على ال 2400 طبعا لما تزود يكون احسن، لو على 2400 برضه هتبقى بنفس النسبه، اقل حاجه يبقى على 60 سنتي، لكن ممكن تخليها على 40 او على اقل من كده لو عايز. بالنسبة لعدد البعد ما بين المسامير ممكن يبقى 15 او 20 سنتي، يعني العملية تقريبية. طبعا للحوائط بتبقى اللوح نفسه شايل نفسه ما بيبقاش مشكلة زي لما بعمل سقف، السقف طبعا بيبقى محتاج له عدد اكبر. الحروف بتاعة اللوح بتبقى قوية اكتر من اللي في النص، فبالتالي هي يعني بتبقى شايلة اكتر لانها بتبقى كثافتها اعلى في المناطق دي. نيجي نشوف بص بقى على الحرف ده والنوع ده. لما تيجي تبص عليه هتلاقي انك انت يا اما بتوصل لوحين من الناحية اللي هي مستقيمة يعني مربعة بنفس البتاع، او اللي هي تبقى نازلة شوية. في كلا الحالتين المسمار لازم يكون غاطس الى حد ما بحيث ان انا اقدر اعمل عليه معجون. ادي النوع المسمار اللي انا بستخدمه، يا اما بيستخدم مسمار زي دوت او اللي هو البندق. الفرق بينه وبين العادي ان الراس بتاعته بتبقى كبيره شويه عن العادي، ولما تيجي تدقه لازم يغطس جوه الارواح زي ما انت شايف ان هو يعني في زجزاج شويه علشان يبقى ماسك اكتر في الالواح. ده الفرق الوحيد ده ما بين اي نوع تاني من المسامير، الجزء اللي هو ناعم جدا ده اللي هو نازل زي كيرف كده زي القمع كده بس بكيرف، ده علشان لما تيجي تحطه جوه المسمار جوه اللوح تلاقيه ان هو بيخش عدل تمام زي كده. المفروض ان لما بيخش لجوه بيبقى انت سايب مسافه بسيطه بينه وبين السطح علشان تتملي بالمعجون زي ما قلنا. لو هو اعلى طبعا استحاله ينفع، لو انت دخلته شويه زياده جوه يعني هيفقد الايه الوظيفه بتاعته
كأن هو يشيل اللوح أو يمسك اللوح كويس. ادي انت ما بتجيب اي مفك عشان تشتغل بيه. طبعا بنجيب مفك اللي هو الدريلنج اللي بيشتغل بالبطارية عشان اقدر اشتغل بكميات اكتر. وفي دريلات بتبقى معمولة دريل معمول مخصوص للمسامير ديت. لو انت شغال بده هتلاقي انك انت ممكن تدخله جوه زيادة اكتر من اللازم او انه يبقى فوق، وممكن تضطر انك انت تعيد تاني تحط مسمار جنب منه. عشان كده هم عاملين بت او اللي هي ديت بتبقى معمولة بحيث ان انا لما اجي احطها هنا لو ما بيخش المسمار شوية بتكون بعدت عن الراس ديت، وبالتالي بتبقى انت كلهم زي ما احنا شايفين بنحطه على بعد واحد. ديت ثابتة، العمق اللي انت بتدخله بيبقى ثابت. ديت نوع تاني ممكن بتجيبه بتظبط المسافة اللي هو بيخش فيها المسمار جوه الدراي وول. زي ما احنا شايفين ادي الفريمات الخشب هي كلها على 16 بوصة البعد بينهم، وادي زي ما انتم شايفين المسامير عندي على مسافات يمكن اكتر، يمكن حوالي 30 سنتي في الحوائط، لان دي مش مشكلة كبيرة، بس دايما بتحط واحد قدام واحد. وادي اللي في الخط اللي هو معمول في النص. هنشوف دلوقتي ازاي نركب الالواح الجبسية على حائط من الطوب او حائط من المبني. يعني بنعمل بالجبس بنحط حاجات بيسموها بؤج، يعني قطع كده زي ما انتم شايفين بحطها، ودي نفس الطريقة اللي بيستخدموها برضو عشان يحطوا الجرانيت او الماربل الرخام على الحوائط. انا هنا مش بستخدم جبس، انا بستخدم اللي هو المعجون اللي بيتعمل بيه، لان ده هو اسهل حاجة موجودة عندي. يمكن برضو انا مش دي مش شغلتي، يعني خلي بالكوا دي مش شغلتي، فانا زيكوا بس بوريكوا الحاجات اللي انا عملتها، بعملها ليا او لصديق او حد زي كده، ومش يعني مش حاجة انا دي اللي بعملها. اللوح بقى كده بتجيبه وبتحطه، واهم حاجة عندك انك تخليه مساوي للوح اللي قبل منه، وبتخليه طبعا بميزان مية بتشوفه انه يعني رأسي تماما او يعني في حدود معقولة. يعني اهم حاجة ان ما بقاش بارز عن اللوح اللي جنبه، ولما بتتك عليه هو بياخد له 10 دقايق ربع ساعة. طبعا لو انت حاطط جبس بينشف بسرعة جدا. لو بالنسبة لان احنا الفريمات كلها والبيت كله بيبقى خشب، بنضطر نخليه اعلى شوية من الارض لو انت عشان تمدد الخشب والحاجات دي. لكن لو انت ما عندكش وشغال على بيت عادي زي في مصر، يعني مش محتاج تحطه اكتر من على الارض مباشرة. الحاجة التانية المسامير اللي انت شايفينها دلوقتي دي انا بحطها للتثبيت بس شوية وبعد كده هشيلها. ادي المنتج النهائي زي ما انتم شايفين، لوح مع لوح، وهنا الاتنين في اتجاه واحد. لو انت قادر تحط اللوح بطوله واقف يبقى احسن. يمكن هنا عشان في مشكلة في الشبابيك فانا اضطريت اعمله بالعرض. السقف انت محتاج تجيب اتنين معاك يشيلوا لك اللوح لغاية لما تركبه، او تجيب خشب وترفعه بيها. اللي انتوا شايفينها دي مكنة هي بتتباع كده علشان تساعد في رفع الالواح، لان اللوح لو تلاحظوا ان احنا قلنا ممكن يكون طوله لغاية 3 متر، فبيبقى وزنه تقيل جدا. يا دوب المكنة دي بترفعه لك لغاية لما انت تثبت مجموعة مسامير، مش كل المسامير على محتاج تركبها، بتركب مجموعة منهم يعني في كل جنب شوية كده، وبتشيل المكنة وتنزلها وتبتدي تكمل بقية المسامير زي ما انت مصمم. السقف هنا تقريبا على 60 سنتي، يعني حوالي بس يدوب واحد بس عمود في النص خشب او قاطع في الخشب، وبيبقى مريح على الجنبين من بتوعه يعني اللوح. بس هنا اللوح بالعرض فهو واخد حوالي 4 في النص. المشكلة الكبرى عندك ان هتبقى اتصال لوح بلوح، ان دي لما بيبقوا الاتنين مش متقابلين على خشبة وراهم بيبقى في عندهم فرصة اكتر انهم يتحركوا قدام بعض مع الحرارة والجو، فده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك شرخ في المعجون اللي انت حاطه. فالمعالجة بتاعتها بتبقى متعبة الى حد كبير لو كده. فاحنا دلوقتي بنجيب ايه عشان نعمل الفواصل؟ بنجيب الورق اللي انتوا شايفينه ده بيبقى مخصوص للقصة ديت، في حز في النص علشان اقدر اتنيه.
في ناس بتبله قبل ما تركبه على الحيطة، في ناس ما بتبلوش، بحطه على الوصلات وكمان بحطه على الزوايا القايمة اللي هي الداخلية مش الخارجية. الخارجية بحط لها حاجات ألمونيوم، يعني زاوية ألمونيوم. ادي شايفين ادي شق طلع اهو، لان الالواح انا ما استخدمتش فيها ورق، كان مفروض استخدم ورق. لما انت بتحطه من الناحية المربعة بيبقى محتاج مسافة اكتر. ادي الدوات اللي انت بتستخدمها، دي سكينة معجون الحرف بتاعها النهائي بتاعها هو عبارة عن حديدة، دي بتبقى افضل عشان لو في حاجة طالعة من اللوح ورقة ولا حاجة بتتك عليها وتدخلها جوه تاني علشان تبقى اسهل في الشغل. في مقاسات يمكن تقريبا 10 سنتي تقريبا، واللي بعديها قدها مرة ونص، ودي يمكن حوالي 20 او حاجة و20. اهم حاجة عندك انها تبقى طبعا صلب، اغلبهم بيصد ما تخافش، يعني ما حد مهما جبت مش هتلاقي حاجة ما بتصديش، فانت تنظفها وتشيلها. اهم حاجة انها تبقى فيها شوية مرونة، المرونة دي محتاجينها عشان لما اجي اعمل المعجون اقدر اتك على ناحية من ناحية وايه واسحب بيها كده، تقوم زي ما انت هتشوف دلوقتي اهو، ببقى رافع جزء وجزء تاني لما بعمله بيخلي المعجون ينزل على ما فيش خالص، يبقى بيسموه فيذرنج، يعني بتخليه زي خف الريشة كده عشان ما يتشوفش الفرق. ببتدي بالصغيرة وبعدين بالأكبر بتعمل أكتر، وبعدين بالسكينة الأكبر دي. في سكينة تانية أو زي مسطرين بيبقى مخصوص للمعجون، المسطرين ده بيبقى سهل قوي إن أنا أشتغل بيه، لان اللي بيديني بيغطي مساحات كبيره، وزي ما انتم شايفين محتاج ان انا احط كتير. لما بتيجي تاخد المعجون بتاخده على الصينيه الصغيره ديت، عباره عن الومنيوم، بتبقى معموله طبعا مش محتاج انك انت تعمل دي، ممكن تجيب حته خشبه وتشغلها، يعني مش محتاجه يعني. بيبقى حته السفنجه دي تبقى سهل على الايد لما تيجي تشيلها فتره طويله. معاك مش محتاج تجيب دي. ادي الفاصل ما بين الاتنين زي ما احنا شايفين، الفاصل ما بيكون صغير مش محتاج احط حاجة، بحمل عليه معجون على طول، ولكن بيبتدي لازم اخليه يمشي المسافة طويلة. لو الفاصل كبير بقدر اقفله بحاجة زي جبس علشان اقدر ابني فيه الكورنر، بحط عليه كورنر بيبقى خشب الومنيوم اسف، والالومنيوم دوت بيبقى ليه حرف علشان اشتغل. الورق اللي احنا شايفينه بالاول باخد المقاس، بقطع المقاس على قد ما انا عايز، في ناس بتبله زي ما قلنا وفي ناس بتحطه وهو جاف. ببتدي افرد معجون على الفاصل الاول، بفرد معجون مش كتير يعني حبة صغيرة، وبعدين هبتدي احط عليه الورق بتاعي. الطبقة اللي بتنحط هي طبقة معقولة يعني مش كبيرة، علشان لو حطيت كتير قوي مش هيبقى ان انا اطلع الكتير ده هيبقى متعب شوية. بحط الورق بتاعي وبتك عليه بصباعي كده بحيث ان انا ابيته في البيت بتاعه في الفاصل بين الاتنين. بعد كده بعد ما بحطه ببتدي اتك عليه بالسكينة بالراحة علشان اطلع كل الزيادات اللي هي ورا الشريط. برضو الفاصل اللي هو بالرأس اللي انتوا شايفينه المفروض ان في الورقة الخارجية اتشالت من حتت، المفروض ان انا كنت اعمل له برايمر علشان اشيل من عليه الايه اخليه يبقى سهل، ولكن انا هعمل عليه على طول. شلنا المعجون اللي تحت الشريط، اهم حاجة انك لازم تغطي المعجون الشريط كله بالمعجون من فوق، بتغطيه بطبقة رفيعة جدا، اهم حاجة بس يكون مبلول معجون مش ما يبقاش ناشف، يعني هي ده المطلوب منه في المرحلة دي. بعد كده انت بتحط معجون تاني علشان تساويه بقى باللي جنبه، او بيبقى اعلى سنة صغيرة من اللي جنبه، بس بتاخدها على مسافة طويلة فما تبانش في عينيك اي حد يبص ان فيها اي وصلة هنا. زي ما انتم شايفين برضو بنشيل الزيادات كلها، وانا هنا زي ما انتم شايفين مستخدم السكينة الصغيرة،
هبتدي احط طبقة رقيقة على الفاصل الرأسي، وزي ما انتم شايفين برضو في الجنب انا ايه قاطع لل البوكس بتاع الكهرباء، طبعا لان الاتنين نفس التخانة، لما بتيجي تحط معجون ما بيبقاش ايه يعني ما فيش مكان ان هو يتحط عليه، فعشان كده كان المفروض ان انا استخدم ورقة في الحتة دي. انا ما استخدمتش ورقة لان اللوحين هنا ماسكين جامد جدا في بعض، ويعني الواحد بيشتغل وبيشوف هيعمل ايه في الاخر، اذا كانت فيها مشكلة هيعالجها، لان الاقصى حاجة انك انت بسنفرها وبحط حاجة تانية يعني لو عايز، يعني مفيهاش مشكلة يعني كبيرة. زي ما انتم شايفين برضو بتك على السكينة من الجناب عشان تشيل الحرف بتاع المعجون وما يبقاش فيه حرف. زي ما انتم شايفين ادي انا بعمل برضو معجون بالسكينة الاكبر شوية، عشان بعمل له ايه بمده اكتر من الفصلة الواصلة ما بين الاتنين عشان تنزل على رفيع قوي، عشان ما تبانش زي ما قلنا في اضاءة او تبان في من عينيك وانت باصص. طبعا انا زي ما بوريكم هنا بتتك على السكينة من الناحية اللي برا عشان الحرف نفسه يختفي، طبعا هو ما بيختفيش، ولكن اللي بيحصل انك انت بتقلله قوي قوي علشان يبقى كمية الصنفرة اللي هتستخدمها قليلة. وادي لو استخدمت اللي هي الكبيرة برضو من الناحية التانية من فوق بستخدم نفس القصة، لو في حرف صغير في النص سيبه، اللي هو اللي بيبان عالي من الاتنين من لو شغلت من فوق من تحت بيبقى فيه حاجة صغيرة في النص سيبها، لو معرفتش تعملها سيبها، وبعد كده بتشيلها بالصنفرة. ادي جنبين اللي حصل ان الورق الكرتون اللي باين من جوه طلع من نشف، يعني لما نشف ظهر عندي، فكان لازم ان انا يا اما اغطيه كتير يا اما اشيله. فانا الحل الابسط ان انا اشيله. بشيله ازاي؟ بجيب اللي هي الكتر وبالسلاح بتاعها بعمل زي حرف 7، بشيل الجزء ده وبعد كده برجع ايه املاه معجون. خلي بالك ان المعجون عادة لما بينشف بيكش، يعني كل المسامير اللي احنا شفناها بنركبها بضطر اعملها غالبا مرتين، اول مرة بيبقى كويس بس بعد ما ينشف بتلاقيه انه دخل لجوه المعجون، فبتضطر انك انت تعمل عليه مرة تانية. انا كان المفروض اعمل الحكاية دي قبل ما اعمل المعجون، لكن مش مشكلة. ادي الصنفرة، الصنفرة بجيب صنفرة ناعمة، لان انت لو جبت صنفرة خشنة هتتعمل بسرعة بس هتسيب علامات كبيرة قوي، هتبقى انت مش عارف تشيل العلامات اللي انت عملتها. ادي اهم حاجة عندك الحروف لازم تبقى ايه مفيش حرف. بتعملها ازاي؟ انك بتحط ايدك، يعني عينيك مش هتبقى كافية، ايديك بتبين لك ان تقريبا ماشي من الحيطة اللوح للمعجون مفيش اي حاجة عندك حاسس بيها، تحس انها تقريبا حاجة واحدة، فايديك هي اللي بتحسسك اكتر من اي شيء، لان بعد شوية كل الصنفرة اللي انت بتعملها دي بتسقط فين؟ بتسقط في كل الشقوق الصغيرة فما بتشوفهاش، فايديك هي اللي هتخليك تحس بيها. ادي زي ما شايفين تقريبا ما تحسش ان في اي فرق بين الاتنين. طيب ادي احنا شايفين دلوقتي، ادي انا عملت دي وصنفرتها، انا طبعا قلت لكم دي مش شغلتي يعني، ومبسوط قوي وشكلها زي الفل وما فيهاش اي حاجة. كل العيوب اللي كانت هتبقى موجودة هتبان امتى؟ هتبان بعد ما ادهنها. فعلشان اتلافى كل العيوب دي اللي انا مش شايفها دلوقتي بجيب ايه؟ بجيب ادي زي ما شايفين كشاف، الكشاف ده بيعمل الضوء من الجنب، فادي زي ما انتم شايفين كل الحاجات اللي انا يعني ما عرفتش اعملها او ما خدتش بالي منها حتى في الصنفرة، فبنت لك ايه دلوقتي. لو انا بقى كنت دهنت عليها كان كل دي كانت ظهرت لي. فاللي بيحصل ان انت بتجيب الصنفرة وتمعجنها تاني، او انك انت بتشيل الاجزاء اللي هي العالية وتظبطها مرة تانية. اللي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيبقى تفصيل اكتر ازاي انك انت هتعمل المعجون للشروخ ومعالجة زي لو هي شروخ الخفيفة الرفيعة ديت، وازاي تعالج لو بقى ايه عندك في البيت حصل ان خبطت واللوح واتكسر او في حاجة، ازاي تعالج الحاجات دي. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون مفيد جدا، فتابعونا فيه ان شاء الله، وشكرا جزيلا والسلام عليكم.